أهلا بكم. في كل يوم قبل بدء الحظر الشامل تشهد الأسواق إقبالا من قبل المواطنين لتأمين احتياجاتهم، وتكثر الشكاوى من ارتفاع الأسعار فيما تؤكد الحكومة توفر السلع الغذائية بكميات كافية. هذا الأسبوع كان مختلفا إذ نشطت الأسواق بعد 4 أيام من الحظر الشامل وقبل حظر يوم الجمعة. للاطلاع على واقع الأسواق قبل ساعة من دخول الحظر الشامل المقرر يوم غد الجمعة ينضم إلينا من إربد مراسلنا زياد إنصيرات. زياد، أطلعنا على حركة الأسواق حاليا وكيف رصدت مستوى الأسعار؟ مساء الخير. قبيل نصف ساعة من الحظر الشامل، يعني يوم غد هناك حظر شامل وهو الحظر الأسبوعي، هناك كما نشاهد ازدحام من قبل المواطنين على محلات الخضرة. هذا الأسبوع كان مختلف بشكل كبير، حيث كان هذا الأسبوع بعد 4 أيام حظر، كان هذا الأسبوع كان هناك كميات كبيرة من البضائع نزلت الأسواق، مما أدى إلى نزول أسعارها بشكل واضح. معنا للحديث عن الأسعار وعن توفر السلع رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة. مساء الخير. يا حياكم الله. يعني هذا الأسبوع كان مختلف، لاحظنا أنه الأسعار كانت منخفضة بسبب أنه كميات كبيرة من الخضار نزلت على الأسواق، أيضا كميات بضائع كبيرة نزلت أيضا على الأسواق بعد حظر 4 أيام. ممكن تحدثنا بداية عن توفر السلع والأسعار بشكل عام؟ أول إشي الله يعطيكم العافية. بالنسبة للسلع وخاصة المواد التموينية والخضار والفواكه، أكيد كان في إقبال كبير جدا عليها، وبالتالي التجار حضروا لهذا اليوم، وخاصة أنه في 4 أيام كان حظر. هذا الإشي أنت زي ما أنت شايف اكتظاظ كبير جدا، وهاي من مساوئ اللي هو الحظر اللي بيعملوه، وبالتالي سينعكس سلبا على القطاعات التجارية بشكل عام. يعني انت بتلاحظ لما بقولوا في بكرة مثلا الجمعة في حظر، بتلاقي الاكتظاظ على الأسواق والمواد التموينية بشكل رهيب جدا. وهذا الاشي احنا اللي ما كنا نتمناه، يعني يوم الجمعة مثل اي يوم اخر، طبيعي من يرتقي انه يكون هنالك يعني نظرة خاصة لمعالي وزير الصحة. بتصور انه يعني هذا الحكي يعني له شغله، هو بيشوف اللي بيشوفه مناسب بالنسبه. نعم، لكن هذا الحكي بينعكس قاعد على الاسواق وعلى القطاعات التجاريه، الاكتظاظ، الازمات. يعني شوف انت ازمه المرور قديش. طيب بخصوص السلع، هل هناك نقص بالاسواق بخصوص السلع؟ لا ابدا، ما في ولا اي نوع فقدان سلعه في السوق على يعني مواد تموينيه على الاطلاق. وخصوص الاسعار، يعني لاحظنا هناك تدني كبير بالاسعار. كانت مرتفعه فتره من الزمن، يعني بجوز انه يوم واحد، نتيجه انه يعني صاروا يجيبوا يعني بعض من التجار السلع اللي هي بيعتبروها نظيفه جدا، يعني بندوره في أصناف، شغلات في يعني مصنفة، فكانوا يبيعوا في بضاعة رخيصة وفي بضاعة عالية الجودة. أخيرا معالي وزيرة الصناعة والتجارة حطوا ضوابط وحطوا تسعيرة، وكل التجار التزموا بهذه التسعيرة. يعني الحد الأعلى للأسعار كما وضعته الصناعة، لكن القطاع الزراعي يقول أنه يتضرر لعدم وجود حد أدنى للأسعار. مظبوط، هو هذا كله ينعكس على القطاع الزراعي، لأنه في مرات بيكون في جودة عالية جدا، وبالتالي ما بتوفي مع المزارع أنه يبيعها بنفس تسعيرة البضاعة الرديئة، وهذا بينعكس على التاجر وبينعكس على المورد اللي هو المزارع. أخيرا كيف تجد الحظر أو تأثيرات الحظر على القطاع التجاري في مدينة إربد؟ يعني أنت بتسألني عن شيء احنا بالنسبة لنا كقطاع تجاري متضررين جدا منه. بالنسبة للحظر لا شك انه يسبقه قبل بيوم، بتلاقي الناس كلها تهافتت على السلع اللي هي المواد التموينية، الخضار، الفواكه، وعلى الافران، على شغلات زي هيك. هذا الحكي اللي احنا ما منحبش ان يكون. خلي الامور انسيابية، ترى الامور ولا اسهل منها، لانه اذا بكون في هنالك اكتظاظ
أعطت عكس اللي المطلوب وخاصة في جائحة كورونا. يعني نتمنى كما يشير الجميع ويدعو الجميع إلى الإخوة المواطنين التبضع قبل بفترة، هناك ساعات طويلة وأيام طويلة قبل حظر يوم الجمعة. يعني هذه صورة مختصرة لحال الأسواق في محافظة إربد. نعم زياد سرات كنت معنا من إربد، شكرا لك ولضيفك الكريم. يشهد الدينار الأردني طلبا في الأسواق خلال الفترة الحالية، فيما تسجل الحوالات سواء الصادرة أو الواردة تراجعا بحسب ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان. وأكد لرؤية أن وجود كميات كبيرة من النقد الأجنبي لدى محلات الصرافة والبنوك نتيجة سياسة البنك المركزي بالمحافظة عليها تغطي حاجة الاستيراد لفترة طويلة وآمنة. وأرجع تراجع الحوالات إلى التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى موقع الأردن الجغرافي القريب من دول تشهد توترات. وطالب سلطان الحكومة الجديدة الاستمرار في تطبيق وتنفيذ الحزم الاقتصادية، وذلك لإيجاد التدفقات النقدية للسوق المتعطش لها. حجم الطلب على الدينار الأردني زاد بالفترة الأخيرة الحمد لله. سعر الصرف بيبين معنا أنه سعر الصرف خلال فترة أزمة الكورونا وصل إلى سعر الدولار 71.5. اليوم الحمد لله سعر الصرف للدولار 70.88-70.90، وهذا ما بيدلنا أنه في قوة على الطلب على الدينار. في تراجع بالحوالات إن كانت صادرة أو كانت واردة، وهذا بسبب جائحة الكورونا وموقعنا الأردن الجغرافي بالنسبة للدول المجاورة والمناطق الملتهبة اللي حوالينا. بس الحمد لله احنا وضعنا افضل من غيرنا بكثير، وضعنا بتحسن مستمر ان شاء الله، بنامل التحسن الافضل لقدام. وضع الدينار برجع باكد عليه وضع ممتاز جدا، عندنا سيولات نقديه بتغطينا للاستيراد لمده سنه ونصف بدون واردات للدوله، والحمد لله عندنا احتياطي كبير جدا لدى البنك المركزي بيصل ل 13 مليار. في عده عملات صارت عليها تغيرات، خاصه عملات عربيه مثل الليره السوريه والليره اللبنانيه. كان في ناس حاطين أمالهم بالاستثمار بالعملات العربية. أنا برأيي الاستثمار بالعملات بالوقت الحالي هو استثمار خاطئ، ولكن وضع ثقتهم بالعملات بالعملة الأردنية أنا برأيي إن شاء الله يكون مستقبل جيد لها. عرض الأردن على رجال الأعمال الأوكرانيين فرص الاستثمار المتوفرة في مختلف القطاعات خلال لقاء جمع هيئة الاستثمار مع الشركات الأوكرانية المهتمة بالسوق الأردني عبر تقنية الاتصال عن بعد. رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني قال إن الهيئة أعدت 75 فرصة استثمارية واعدة بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والتعدين. سفيرة جمهورية أوكرانيا لدى الأردن والتي شاركت بالاجتماع ميرو سالفا شيرباتيوك أكدت على ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل توفر بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين. أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص. جاء ذلك خلال ورقة عمل مؤشر مرونة العمل العالمي 2020 أين يقف الأردن وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث احتل الأردن المرتبة 4 عربيا والمرتبة 45 على مستوى العالم. المنتدى أظهر في تحليله للمؤشرات الفرعية للمؤشر العام لمرونة العمل أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة مقابل حصوله على درجة جيدة في تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن ترتيبه مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة. ودعا المنتدى إلى ضرورة تركيز الأردن على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف إنشاء عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز توظيف العمالة المحلية. في خطوة مفاجئة قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بنسب كبيرة ب 4.75%، وهو ما انتقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي سيؤثر على الاستثمار بشكل كبير.
وقال البنك المركزي إن سعر فائدة إعادة الشراء لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15% من 10.25% مع إلغاء جميع تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر شفافية. وعلى إثر قرار البنك المركزي الذي جاء بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي وتخلي صهر الرئيس رجب طيب أردوغان عن وزارة المالية ارتفعت بعد لحظة قيمة الليرة التركية 2% مقابل الدولار قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.